خليكم دابا واحد خلوا القسمه بيناتكم لان خليكم ولا خليكم وركين البشر خير غادي نبداو ان شاء الله. قولوا لنا بالخطوه الصحيحه قولوا لنا جينا كحزب نقترح كبديل ماشي بكلمات رنانة ولكن بخطاب فيه العقلانة فيه التجانس سماته ثقافة الدولة عندما تصيب السلطة ولكن اللي تختارها الآن تختاروها أنتما ما بقاش يخيروها لنا عندما تصيب نقولوا أصابت ونعطي المبررات ونقول على أصابت وعندما تخطئ نقول أخطأت بتعقل بأسلوب حضاري ونقول هام البدائل يفترض هذا المطلوب من الحزب السياسي من الأحزاب السياسية تكون قوة اقتراح لمشاكل البلاد جزائر قوية هم مش بالكلمة رنانة مش بشعارات ناخذوا معسكر بالله عليكم 58 سنة بعد الاستقلال هذا تبارك الله هذا فئات المجتمع الامكانيات الماليه الكبيره اللي ضخت ما كاش مستشفى جامعي لا اذا نوابنا اذا كان اختيار لان اختياركم هذه المره راح يخلوا الصندوق بكري كان يفوتوا على الف تلقى با وتفوتوا على با تلقى الف هذه المره خلاص هذه انا نقول لكم خلاص هذه المرة أحسنوا في اختيار من ترونه الأنسب الأصلح احنا نقوله بصوت شعب يا مسؤولين تاع الفلاحة بذلوا كل فتوة ما متاع المياه بالرغم الإمكانيات المالية كبيرة لأنه ما كانش توزيع عادل لثروة البلاد ما لاش ننتقد ما لاش انتقاد لا اللي يخدم نقول خدم ما أنا نقول منطقة بحج العسكر ما خذتش حقها واللي اللوم هنا اللوم وزير الفلاحة واللي عاقبوا على القطاع والموارد المالية ما كانوش المستوى ما عطاش حق المعسكر حقها ها ما نحبهم النواب يكونوا في الشعب الوطني موش تطلع وحبط يديك وصفك لا ينقل اهتمامات المواطن بأسلوب حضاري داخل المؤسسة وهذا ما يجب أن يكون لأنه كان هذا الأمر كاين كنا ما نلحقوش ولحقنا ذوك